هو انتوا مش ناويين تسلموا على النحلة ولا ايه؟ دي مهما كان ضيفة عندنا. اهلا اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا يا دلالة الملكة. انجوري مش وقت غلط في الكلام خالص، هي جلالة الملكة. الله ينور عليك. اهلا. اهلا بحضرتك، انا في خدمتك. عشان ما تقرصناش. يا اهلا، انت منورانا. النحله بتقول لكم انها سعيده عشان بترحبوا بيها. شكرا جدا. قولي لها نحلتنا الجميله، الجماعه دول عايزين يعتذروا عن اللي عملوه. شوف يا ست نحله، قصدي يا حضرة الملكة، احنا بقى بنعتذر لحضرتك وبنطلب منك تسامحينا وتسامحيهم على الغلطة الفظيعة دي. قولها انا اسف. انا اسف، انا اسف جدا لحضرتك. لو سمحتي بقى ما تزعليش مننا واقبلي اعتذارنا وسامحينا، واحنا من هنا ورايح مش هنقرب من العسل ولا هندوقه تاني. علمتينا درس مهم، واظن كفاية الخمسين قرصة اللي اخدناهم منك خليتينا نكره العسل. يا ريت تقبلي اعتذارنا على غلطتنا دي، واحنا كمان بنوعدك انه مش هيحصل كده تاني، الموضوع بسيط. هي تقريبا كده عمالة بتزن، عايزة تقول حاجة. تلاقيها كده عايزة تقول انها مسامحانا؟ لا خالص، هي بتفكر وما قالتش أي حاجة. هو في الحقيقة عمالة تغلط فيكوا وتقول عليكم كلام وحش جدا. وأنا أخلاقي ما تسمحش أقول لكم قالت إيه. ممكن تقول لي في ودني هي قالت إيه؟ يا أختي هي لسانها فالت للدرجة دي؟ هو كده. إحنا كنا عايزين نعرف هي سامحتنا خلاص ولا لأ؟ بتقول لكم هتسامحكم، بس هي بقى ليها شرط واحد. ايه هو الشرط؟ الشرط بتاعها ان واحد من الاتنين اللي قاعدين معانا دول يمشي في الشارع وهو لابس هدوم خفيفة عشان تسامحوا على اللي حصل في عينيها. ايه؟ وده يحصل ازاي؟ انا عارف انه شرط صعب، لكن انا متأكد ان تواري قدها. هو ايه ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ قصدك مين اللي قدها؟ ما تعمل انت كده، اشمعنى انا؟ عشان دي غلطتك وانت عارف كده، ايه اللي خلاك ترمي الطوبه؟ وانت كمان مسؤول معايا. انت اللي رميت الطوبه الاول ولازم تتحمل المسؤوليه. ما انت كمان رميتها. انت السبب. يا جماعه، النحله ابتدت تتنرفز وبتقول لكم يلا قرروا بسرعه. جميع حلقات هذا المسلسل متوفره على وياك مجانا وبجوده عاليه.